في حاجه اسمها هنا في الادراج قلنا اكثر اداء او اكثر عنوان يطلق على الادراج سيعطيني مجموعه من الخيارات اللي هي ممكن تعطيني الورقات. الورقات هذه في بيانات الان بيه متكرره في كل ورقه على الصفحه الاولى. دير دبل كليك. شفتوا لما دير دبل كليك لوطه طلعت عندي حاجه الميزانيه. اكتب لي مقترح الميزانيه. أكتب عندي خط متقطع هو عباره عن مجموعه من النقاط. بسمة الورفلي رئيس منظمة ميراث موريتانيا ومدير مشروع ركيزة للتمكين الاقتصادي للمرأة. نحن موجودين اليوم في البرنامج الختامي لبرنامج التدريب الأول للمشروع واللي ركزنا فيه على تدريب فئة الشابات من عمر 18 إلى 35 على مهارات أساسية الحاسوب. بدينا أول تدريب عطيناهم كيفية استخدام الويندوز والوورد. التدريب الثاني أو الشق الثاني حيكون على مهارات استخدام الإكسل والباوربوينت. مشروع ركيزة بشكل خاص مركز على دعم الشابات وأيضا دعم المرأة في بإكسابها العديد من المهارات اللي هي ممكن تعزز فرصتها للدخول في سوق العمل. بتدير طباعة ونخش على طائرة الملف وبتدير طباعة حنلاقي ان هي مش طالعة باهتة بس صفحة نجي فوق بكل هنا وندير دبل كليك حيعطيني رأس الصفحة. رأس الصفحة عادة في المستر مثلا على سبيل المثال شوف الماوس أو المؤشرة وندير دبل كليك. أول حاجة المستند اللي نحن فاتحينه هل هو أكثر من ورقة؟ اليوم الختامي في نشاط التدريب الأول لك. تمام؟ شفت الخط المتقطع ما زلت وندير شركة وندير مشروع ركيزة ونربط في راس مشروع ركيزة هذه في التدريب. التدريب مثلا أنا في التدريب نبي نكتب كيف بدري كتبت مقترح الميزانية. حيكون عندنا عدة تدريبات أخرى مختلفة على التدريب اللي نحن موجودين فيه اليوم. التدريب الآخر حيكون مستهدف السيدات من عمر 18 إلى 45 حنركزوا فيه على إكسابهن مهارة فن صناعة الأكسسوار. وأخيرا حنستهدفوا فئة اللي هن السيدات اللي عندهن مشاريع خاصة مشاريعهن خاصة وتعثرت أو الشابات اللي هن حبات أنهن يدخلن سوق العمل بمشاريعهن الخاصة. حنعطوهن جملة من التدريبات اللي هي تعطيهن المهارات والأدوات اللي هن يمكننهن من انهن يكتسبن مهاره اداره المشاريع هذه، كيف تخطط المشروع نتاعها وكيف ايضا تنفذ المشروع بخطوات مدروسه تقدر من خلال تنفيذ الخطوات هذه ان هي تكون او تساهم في نجاح المشروع نتاعها وايضا كيف تسوق المشروع نتاعها بشكل يعزز نجاح المشروع بشكل كبير.